على سيد الأنام المبعوث من الملك العلام محمد وعلى آله الذين بعثهم الله علما للعباد. في تتمة هذه الرواية الشريفة في مبحث التوحيد وشيء وأن الله شيء، قال له السائل: فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا، إيش هذا السؤال؟ إيش هذه الإثارة؟ باعتبار قبل الإمام صلى الله عليه وسلم في صدد جواب ذاك السؤال للسائل، فما هو؟ قال أبو عبد الله: هو الرب وهو المعبود وهو الله، وليس قولي الله إثبات هذه الحروف الصوتية، ولكن أرجع إلى معنى وشيء. بين قوسين صغيرين جملة معترضة مهمة، كلمة معنى في بيانات أهل البيت عليهم السلام كلمة معنى لها معنيين، كلمة معنى لها معنيين، أو نستطيع أن نقول حتى لغة وهكذا، ليس فقط في بيانات أهل البيت عليهم السلام. كيف؟ أصل عنا قريبة الأفق معنى المعنى من عنا، أهو عجيب، المعنى من المعنى، شنو معنى في بطن المعنى؟ أي الذي يراد من عنا ومعنى قريب الأفق من قصد ومن مقصود. معني به يعني اهتمام به، عنا يعني اهتم أو قصد أو أراد. دققوا. إذن المعني والمهتم والمراد متقاربة الأفق عقلا، ترادف عقلي بينها، وإن لم يكن هناك ترادف لغوي. جيد. وهذا مبحث حساس للغاية تترتب عليه، رغم وجازته وجيز، ولكنه مبحث خطير حساس تترتب عليه بحوث في أبواب المعرفة. لا أبالغ أن كثير كثير من الباحثين صار في علم الفلسفة والعرفان والكلام والتفسير غفلوا عن، مع أنه أهل الفلسفة والعرفان يعني شعارهم يتبجحون ويزعمون ويتشدقون أنهم يعني يدققون في النباهة، لكن مع ذلك كثير الكثير غافلون عن هذا المبحث، وهو أن عنا معني قصد مقصود أراد مراد. ليس يطلق على وتيرة واحدة بمعنى المفهوم فقط، بل المراد من المعنى أو المعني والمقصود والمراد يراد منه شيئان، المراد منه شيئان.
تارة يراد منه ما يتقرر من مفهوم في الذهن، وهذا المتبادر طبعا، معنى 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 الذي يتقرر في الذهن المفهوم طبعا. طبعا هذا أيضا لا يخفى عليك، المفهوم في الذهن، المفهوم في الذهن، المفهوم في الذهن ليس درجة واحدة، ليس مرتبة واحدة، ماذا؟ مراتب. المفهوم مراتب في الذهن، لا زال وجوده ذهني، ويعبرون عن ذلك أن الذهن مراتب. عجيب، الذهن مراتب بعد؟ أي الذهن مراتب، عجيب. أي نعم، الذهن مراتب، مرتبة عقلية، مرتبة وهمية، مرتبة خيالية، مرتبة حسية، الفكر الخيالي، الفكر الوهمي، الفكر العقلي، الفكر الحسي، فكر 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 فكر، قوة الفكر. فهذا المفهوم في الذهن أيضا مراتب. زين سعد، تشبك علينا كثير. هذا المفهوم، هذا المعنى الأول من المعنى، هذا المراد الأول من المراد، هذا المقصود الأول من المقصود، المقصود ومفهوم ومراد. زين، وهو موضوع مراتب لا إله إلا الله، لنتوسع أكثر. زين، المعنى الثاني من المعنى ما هو؟ المراد الثاني من المراد ما هو؟ المفهوم الثاني، عفوا، المقصود الثاني من المقصود ما هو؟ معنى مراد مقصود مترادف عقلا. الشيء الآخر فيها ما هو؟ الشيء الثاني الآخر فيها أنه يراد من المعنى الوجود الخارجي. أهو المعنى الوجود الخارجي، نعم، يراد من المراد المراد الخارجي، يراد من المقصود الوجود الخارجي. هذا شيء آخر. إيه طبعا، هذا شيء آخر، شيء آخر. لاحظوا، قصد مرادف لغة تقريبا مع لفظ حج، حج حج يحج، حاجج يعني قصد سعى لله على الناس، حجوا قصدوا، يعني القصد الذهني والقصد الخارجي، خارجي. المقصود هنا ذهني أو خارجي؟ خارجي. حجنا حج لله على الناس، حج البيت مو حج البيت، أقصد البيت. إذن الشيء الآخر الذي يقرر للكلمة المعنى أو كلمة المفهوم أو كلمة المراد هو ماذا؟ ها؟ هو الشيء الخارجي، في الخارج. ماذا عنيت؟ ماذا أردت؟ ماذا قصدت؟ الذهن بما هو ذهن مقصود أو الخارج؟ الخارج. الذهن بما هو ذهن مفهومي مراد أو المراد الخارج؟ هذا مراد بالتبع آلية، مقصود بالتبع. طبعا في المباحث العقلية عندهم مصطلح قد يكون مشوش، يقولون الخارج مقصود بالتبع، الذهن مقصود بالأصالة. عجي، شلون الذهن مقصود بالأصالة والخارج مقصود بالتبع؟ اللي يشبه الوجود الخارجي، الأكل والطعام، الوجود الخارجي أو الوجود الذهني؟ الوجود الخارجي هو وجود خارجي، بس مو هذا الوجود الخارجي. كم من آكل لأكل لا يشبع؟ يشبع؟
كم من شارب لشرب ماء الماء الخارجي ما يروى. بس مو هو الذهن، خارج آخر غير مرئي، خارج آخر غير مرئي في دار هذه الدنيا، ذاك هو الذي يروي ويشبع، بدليل أنه قد ينفكهم. على كل لسنا في صدد الخوض في هذا المطلب. إذن المراد بعض حين يعبرون الخارج هو المراد الأول الغاء النهائي الأصلي، والذهن ماذا مراد تبع يعني. بعض حين لأجل تبويب الاصطلاحات يقولون الذهن هو مراد أصلي، مقصود أصلي، والخارج بالتبع. لماذا يقولون هذا الذهن بالآخر؟ يعني مقصودهم أول ما يتوجه الإنسان يتوجه لمن؟ للخارج، أو يتوجه للخارج عبر الذهن؟ عبر الذهن. فأول من يصادفه من؟ الذهن. أول بهذا اللحاظ، لا أول بمعنى النهائي. ولا أن الخارج بالتبع يعني هامشي أهميته، لا، أصلا أهميته بلحاظ الخارج. لكن الذي تتعاطاه النفس والروح هو مع الذهن، مثل مرآة. الآن أنت لما تنظر للمرآة، أولا نظرت للمرآة، لو نظرت للمرئي بالمرآة، نظرت للمرآة يعني الصورة المرآتية، لزيد المرآتي. أما زيد العيني متى رأيته؟ بتوسط زيد ماذا؟ المرآتي. لكن مقصودك النهائي من؟ زيد المرآتي أو زيد العيني؟ ها؟ زيد العيني. هاي شوف هالمباحث هذه فيها أسرار توحيد لطائف. عالم المخلوقات مقصود بالتبع، المقصود الأصلي من هو؟ خالق المخلوقات. كل ما تنجذب إليه، تظن أنك تنجذب إليه، في بطن أنت قاعد تنجذب إلى شيء وراءه. وراء، لا، ليس بعد الله، ليس بعد الله منتهى، ليس وراء الله منتهى. المهم مباحث هذه كثيرة. إذن لفظة معنى، لفظة مقصود، لفظة مراد يقرر لها ماذا؟ شيئان، شيء في الذهن وشيء في العين الخارجية. ما هو المعنى الذي تريده؟ هذه الكلمة، هذه الجملة لها تفسيرين، مو تفسير واحد. المعنى على صعيد الذهن، أو المعنى على صعيد ماذا؟ الخارج. خارج معني، نعم معني، بل هو المعني النهائي، مو الذهن. الذهن آلي، هذا الذي اشتبه فيه العامة. شوف في لفظة المنية والتمني، منية الإنسان ذهنية لو خارجية، يتمنى الإنسان كذا، يتمنى الإنسان كذا 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 كذا، سواء كان مادي دنيوي أو إلهي أخروي. منية الإنسان أين؟ أين منية الإنسان؟ يعني تريد الذي يتعلق به ميول الإنسان أولا، يتعلق بماذا؟ بشيء قلبي أو ذهني. لكن هل هو هذا الغاية النهائية المطلوبة؟ لا، الغاية النهائية المطلوبة شنو؟ إيش؟ في الخارج.
هنا خلطوا العامة، ما أرسلنا من رسول ولا نبي ولا محدث في سورة الحج إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، ما أرسلنا وما أرسلنا الآية وما أرسلنا من رسول ولا نبي باعتراف العامة. هني شق ثالث، رسول نبي بعد إيش؟ محدث. حتى البخاري يعترف بهالقراءة أن الآية هذه فيها قراءة من المحدث. قناة وحيانية غير الرسالة غير النبوة، في قناة شنو؟ قناة أخرى لدنية. المهم إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. شوف شلون يفسرون الخطأ. الأمنية ما هي؟ قالوا هذه في الصدر. الأمنية في الصدر في القلب، لو الأمنية المتمنى في الخارج. ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، مو يلقي في صدر النبي أعوذ بالله، والشيطان على عقل النبي وصدر النبي، هم هكذا رأوا. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب زعمهم وفريتهم يقرأ آيات ماذا ليست من الله، آيات شيطانية والعياذ بالله، أعوذ بالله ليس معنى الآية هذا. إلا إذا تمنى منيته في الخارج، منيته في الذهن، منية في الذهن شنو؟ بما هو هو شنو؟ هلوسة هي إنسان يتمنى ما في ذهنه أو يتمنى مشروع خارجي، إنجاز خارجي. هذا الإنجاز الخارجي، هذا المشروع الخارجي، الشيطان يدخل على الخط، يشاغب فيه، يشاغب في المجتمع، في المؤمنين، في المسلمين، لكي لا تتم برنامج تربية النبي، هداية النبي. شوف الخلط بين المنية، ها التفتوا شو؟ نفس الشيء، منية معنى مقصود مراد، ليه شيئين مرتبين، ترتب في الذهن ترتب في الخارج. مباحث كثيرة في المعرفة، شوف هذا المطلب مع وجازته، الغفلة عنه إلى أين يسبب انزلاق وجيز لكنه خطير. لو أردت أن أذكركم بمطلب خطير صعب مر علينا قعدنا فيه أسابيع، يحل ذلك المطلب الصعب بهاي الوجازة. عمدنا أنا ما أذكرت هذا الحل الوجيز لذلك المطلب الصعب، الآن أذكره لأنه هو معرفة ذاك المبحث الصعب مهم. ما هو ذاك المبحث الصعب إذا تذكرون؟ تذكرون مر بنا في بحث الصفات الإلهية في خلاف بين الفلاسفة وما هو مطروح في الروايات. الفلاسفة ماذا يقولون؟ مبحث الصفات الإلهية مثلا عالم، قادر، حي، كذا، يقولون بالنسبة إلى المعنى الذهني المعاني ماذا؟ متعددة مختلفة. تذكرون ولا؟ بالنسبة إلى الخارج في اتحاد، في واحد أحد، ولو هذا ما إحنا لم ننصر هذا المبنى، نصرنا المبنى الآخر أنه حتى في الذهن في ماذا؟ في اتحاد، لكن ليس الاتحاد المتوهم والمتصور أنه في الوهلة الأولى بالتحليل والتركيب مثل لفظة إنسان، لفظة واحدة في الذهن، هي هذه اللفظة الواحدة في الذهن تساوي وتتطابق ذهنا مع جسم، جوهر، جسم حساس، نام حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، مدرك لكليات، مائت، 12 15 معنى،
15 معنا بينها ترادف ويا السؤال لطيف. 15 معنى مترادفة لغة لو عقلا مع إنسان. حي الله الذهن والنباهة. وين ترادف؟ شوف الفرق بين الترادف العقلي والترادف اللغوي. الترادف اللغوي تطابق سطحي ضيق، بينما الترادف العقلي كيف؟ الترادف العقلي شوف هذه المباحث في الذهن يا أخوان، باعتراف حتى الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين، مباحث الذهن خلط بينها وبين الخارج العيني، كل الباحثين في المعرفة يقعون في مصيدته. شؤون الذهن وكذا، الإنسان يلتقط بتوسط ماذا؟ أحد اللاقطات لدى الإنسان بتوسط ماذا؟ الذهن. لابد من التمييز بين باب الخارج وباب الذهن. لاحظوا في الصفات الإلهية، في الصفات الإلهية مر بنا بحث أنه الصفات الإلهية فيها اختلاف معنى أو لا. الفلاسفة قالوا لا فيها اختلاف معنى، بينما الروايات هذه الرواية التي نحن فيها الإمام بين بلا اختلاف المعنى. مر بنا هذا التفسير أنه عدم اختلاف في الترادف العقلي، ويمكن تفسير المعنى بلا اختلاف في المعنى. المعنى مر بنا شيئان أو شيء واحد، إما الشيء المعنى الشيء المعنى في الذهن اختلاف وهو مرة تفسيره تصويره، أو المراد ماذا؟ المعنى يعني الشيء الخارجي. أعيد لكم قراءة الرواية لمرت، يعني الفقرة من الرواية لمرت منها. يقول عليه السلام: وليس مرجعي في ذلك عندما يقول إنه سميع بكله، إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. أي شيء أراد من كلمة ولا اختلاف المعنى؟ يمكن الشيء في الذهن ويمكن الشيء في الخارج، وعلى كلا التقديرين قابل للتصوير كما مر بنا. إذن هذا المبحث الوجيز مهم جدا، أن المعنى والمقصود والمراد له شيئان. بعد أن دقيقة دقيقتين شيئان. عندما يقال الألفاظ موضوعة للمعاني، أي معنى أي شيء من المعاني يراد؟ شيء ذهني أو شيء خارجي؟ يعني الشيء الخارجي إذا وقع عليه التوجه قيل أنه معنى، إذا لم يقع عليه التوجه لم يرتبط به التوجه يقال له معنى. ليس الشيء الخارجي بما هو شيء معنى، بل إذا ارتبط وتعلق به ماذا؟ التوجه. هاي نكتة بعدها عجيب المباحث، الحقائق فيها دقائق. عندنا معنى في الذهن، عندنا شيء خارجي، لكن الشيء الخارجي ليس بقول مطلق هو المعنى. الشيء الخارجي إذا تعلق به التوجه يقال له معنى. دققوا، الموجود هكذا، الموجود ليس الواقعية بما هي واقعية. لماذا لا نقول أصالة الوجود هي الصحيحة ولا أصالة الماهية صحيحة؟ المبحث له جدل فيه عجيب. بحسب بيان الروايات لا الأصيل هو الوجود ولا الأصيل هو الماهية، الأصيل شيء وراءهما. ما هو؟ الواقعية والحقيقة بما هي. لماذا؟ لأن الحقيقة تكون وجود إذا وجدتها، يعني توجهت إليها. ودي لقفتون المعنى ولا؟ هاي نهاية التنور الآن، خبز حامي
متى يقال للشيء انه موجود؟ اذا وجدته. زي اذا ما وجدته يعني مو واقعي؟ ليش؟ اذا الواقعيه اعم من الوجود. وجد وجد وجد، لا لم تجد، وما واقعيته هي هي. هذا المبحث الذي داخ في ملا صدره طبائي الكبار من الحكماء، الروايه تقول لا، الروايات اوسع، وحي اوسع، أصات الواقعية والحقيقة. سأل كوميل أمير المؤمنين عن الحقيقة، مو سأل عن الوجود، الوجود دون الحقيقة. وجدت أو لم تجد؟ ماذا وجد من؟ ماذا فقد من وجد؟ ولو ما وجد موجود، لا لا، لو لم تجده شو؟ شوف بسيط، فطريات غفلوا عنا الكبار، موجود في بيانات الوحي. الأصالة الواقعية والحقيقة ليس الأصالة الوجود. موجود، لا ما موجود، وجدت أو لم تجد، هو من وجدان، وجدت أو لم تجد، كيف يصير الأصيل هو الوجود؟ واقعية الأزلية فوق ما تجده. قد ما نجده، ما نجده، احنا ما عندنا قدرة على الوجود أن نجده، بس هو واقعية. شو شلون هذا المبحث الخطير جدا، أم بحوث المعارف، غفلوا عنه لهذا المبحث الوجيز. وجيز لكن خطير، ما انتهينا عند غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.